مساء الخير أعزائي المشاهدين، وأهلا بحضراتكم وساعة بث مباشر من برنامج خد بالك. في كل حلقة بنحاول نتكلم في موضوع من الموضوعات القانونية اللي بتهم حضراتكم، لأنه زي ما بنأكد أنه الجهل بالقانون لا يعفي من المسؤولية. تحديداً الكلام خلال الفترة اللي فاتت كان كتير بخصوص الضرائب والتعديلات القانونية اللي طرأت على العديد من القوانين المرتبطة بالضرائب، وخصوصاً صدرت العديد من القوانين أيضاً، يعني في قانون الخاص بالفاتورة الإلكترونية، قانون الضريبة الموحد، وفاتورة الضريبية كمان على مراحل، وآخرها في مرحلة هتبدأ يوم 15 الشهر دوت. علشان كده أصبح موضوع الضرائب استفسار من العديد من المتعاملين مع مصلحة الضرائب وأصحاب المشروعات، وأيضاً اللي عاوزين يبدأوا مشروع. علشان كده النهاردة هنتكلم تفصيلياً إزاي تدير ملفك الضريبي، بداية من أول ما تفكر تبدأ مشروع لغاية لما توصل لمحاسبات ضريبية والعديد من المراحل. لكن اسمحوا لي بداية نرحب بالأستاذ المحاسب مينا جمال صدراك، المحاسب القانوني وخبير الضرائب وعضو جمعية الضرائب المصرية. برحب بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين. أستاذ مينا، يعني إحنا لأول مرة بنحدد موضوع خاص بالضرائب تحديدا دون الدخول في أي مجال قانوني آخر، فنتمنى أنه يكون حلقة مثمرة للسادة المشاهدين إن شاء الله. أشكرك على الدعوة الكريمة، وأشكر إدارة البرنامج وإدارة قناة ميسات على تعاودها ليا للمرة الثانية أو الثالثة في القناة، وأول مرة أتشرف ببرنامج حضرتك. ده شرف لينا. أستاذ مينا، أولا يعني المعروف أنه أو العامة نقول ضرائب يبقى خاص بمين؟ اللي بيفتح مشروع، اللي بيفتح سوبر ماركت، اللي بيفتح معرض عربيات، أو أي حاجة خاصة بالنشاط التجاري. هل الضرائب مرتبطة بالأنشطة التجارية فقط، ولا الملزم بالتعامل مع مصلحة الضرائب أنشطة أخرى؟ هو الحقيقة الثقافة الضريبية والقوانين السارية الفترة دي أظهرت أنشطة جديدة نتيجة الكورونا ونتيجة التكنولوجيا الحديثة في المفهوم التقليدي للملفات الضريبية، اللي أنا أبقى عندي محل أو عندي شركة عشان أفتح ملف ضريبي. أصبح النهاردة في أنشطة بتمارس نشاطها من عن طريق التكنولوجيا، مطالبة بفتح ملف ضريبي بدون مقر. مؤخراً كل ما هو متعلق باليوتيوب، متعلق بالتسويق الإلكتروني، بالصفحات الإنترنت اللي موجودة على التواصل الاجتماعي، أصبح مطالب بفتح ملف ضريبي. والملف الضريبي هو كل نشاط هادف للربح بغض النظر عن مشروعية هذه الأموال. يعني مؤخراً كان في موضوع السناتر والدروس الخصوصية، أصبح مطالبة بفتح ملف ضريبي إنه يدفعوا ضرائب، يفتح ملف ضريبي ويدفع ضريبة بغض النظر على قانونية، دون تقنين أوضاعهم. يعني مش معنى أنت فاتح ملف ضريبي أنت كده خدت رخصة من الدولة اللي أنت من حقك تفتح سنتر أو أنت كده مشروعك رسمي. حتى كنا بنقولها تجار المخدرات أو السلاح، لما بيحصل عليهم القبض من كبر أجهزة الدولة بيفتح ليهم ملفات ضريبية بأثر رجعي، وبيتحاسبوا على الكمية اللي هم مسكوها أثناء التلبس. يعني أي حاجة تدر ربح تستحق عليها ضريبة. تفتح ملف ضريبي وتقدم الإقرار الضريبي بتاعك بغض النظر عن مشروعية مصادر هذه الأموال. تمام. يعني احنا بننوه أي استفسار خاص بالضرائب احنا منتظرين تلقي تليفوناتكم والأستاذ مينا هيجاوب عليها. بداية أستاذ مينا، يعني امتى بتبدأ العلاقة ما بين الشخص صاحب المشروع والضرائب؟ هل لما يبدأ المشروع بالفعل، ولا لما يشتري المكتب أو المعرض، أو يعني امتى بيبتدي فتح الملف وبيعتبر مسؤول أمام الضرائب؟ خلينا نقول في قبل نجاوب على السؤال ده حاجة مهمة جدا لازم نعرفها للمشاهدين. الدولة احنا بنعيش في أزهى العصور، في سن القوانين وفي البنية التحتية وفي مشروعات الدولة فتحها بشكل غير طبيعي عمرنا ما شفناها في العصور اللي قبل كده. عصر السيد الرئيس في ضخ أموال كبير جدا بيحصل في كل مجالات أكيد. الحياة في الصحة، في التعليم، في إنشاء الكرة. فالنهاردة ليه الضريبة مهمة؟ عشان سادة المشاهدين يفهموا، وليه القوانين دي نازلة؟ الضريبة دي مهمة علشان الدولة بتصرف من خلال حاجة اسمها الموازنة العامة للدولة، والموازنة العامة للدولة دي بتتكون من 70% فأقصر الحصيلة الضريبية، ثم تحويلات العامين بالخارج
والتصدير والبترول وقناة السويس، في أكثر من بند تاني، بس 70% من الموازنة جاية من الضريبة. إذن الدولة مهتمية بتحصيل الضريبة علشان تصرف على الطرق والكباري وإنشاء المدن وعلى الخدمات اللي بتقدمها لنا في كل سبل الدعم اللي هي بتقدمها لنا. وبالتالي لو ما فيش ضريبة من وجهة نظر الدولة هتصرف منين؟ عشان كده الضريبة مهمة. بنتكلم على قانون مهم لسه تاريخ إصداره حديث من شهر 10 اللي فات، قانون اسمه 206 من سنة 2020 اسمه قانون الإجراءات الموحد. القانون ده بيهتم إزاي نوسع القاعدة الضريبية. حضرتك لو أنا عايز أجيب 100 جنيه ممكن أجيبهم من 10 أشخاص، فخلي أزود السعر أخلي كل واحد يدفع 10 جنيه، وأنا ممكن أجيبهم من 100 شخص وخلي كل واحد يدفع جنيه. فأنا بدل ما أروح أرفع سعر الضريبة على الإنسان الملتزم وأسيب الإنسان الغير ملتزم، دلوقتي إحنا بنزود القاعدة الضريبية من خلال القانون اللي إحنا هنشرحه بالتفاصيل دلوقتي. تمام. بداية، إمتى أفتح الملف الضريبي وإمتى أكون مسؤول قدام الضرائب إني لازم أحاسب ضريبياً وإلا بتبقى في عقوبات؟ دي ليها طرق عديدة. ممكن نقول من ضمن الأمثلة، أنا النهاردة عندي رحت اشتريت محل، هدفي من المحل ده اللي أنا هفتحه محل ملابس، اشتريته تمليك، فقعدت سنتين أشطب، رحت بعد السنتين أفتح المحل وراح أفتح ملف ضريبي، ده بيدخلك في عقوبات مع الضرائب وقد توصل للتهرب ضريبي. يعني أنا دلوقتي بوضب المحل ولسه مثلا يعني بالعاميه ما فرشتش، أيوة، ولسه ما عملتش معروضات ولا بعت وحسب ضريبه، مش بوضب المحل، خد المحل وقفلته. طب المطلوب ايه؟ وفقا للقانون الايجارات الموحد خلال 30 يوم من استلام العين اللي هو المحل او هو مقر الشركه او هو المكان اللي انا همارس فيه النشاط، اخسر الضرائب اللي انا عايز افتح ملف ضريبي خلال كام؟ خلال 30 يوم. خلال 30 يوم من يعني من بدء التوظيف في المحل؟ ده يا فندم من استلام العين. من استلام العين. استلام العين ده استلام امتى؟ من تاريخ تحرير. طب هتحاسب ضريبيا ازاي؟ ما هو ده اللي احنا عايزين نقوله، انت مش هتحاسب ضريبيا، انت هتفتح ملف ضريبي وهتخطر الضرايب بعدم مزاوله النشاط نتيجه التجهيزات. تمام. بص حضرتك، قانون الضرايب هو في يعني انا بقول لهم انا هبدا مشروع كذا مثلا. اي يا فندم. طيب بدفع ايه ولا مش هدفع؟ بص حضرتك، قانون الضرايب فيه مميزات كتير جدا لو استخدمتها في صفك. طب استاذنك ناخد اول تليفون فضل ونرجع للاستفسار. الاستاذ صفوت، مساء الخير. مساء النور يا فندم. استاذنك ارفع صوتك شويه. مساء النور يا فندم. مساء الخير، اتفضل. سؤال حضرتك انا رجعت بطاقه ضريبيه بتاعت المكان اللي انا كنت النشاط اللي كنت فاتحه، فعايز اعرف دلوقتي هم كده قفلوا الملف ولا لازم في اجراءات تانية؟ دي نقطه. النقطه التانية، انا بالنسبه للموضوع الفن والاغاني وكده، هل لما الواحد بينزل ياخد بطاقه ده ليها ضرائب برضو لو هو عمل مارس نشاط فني؟ النشاط الفني، النشاط الفني الغنائي يعني. يعني النشاط الفني هل ده ليه ضرائب برضو؟ طيب تمام. في اي استفسار يا استاذ؟ شكرا. بالنسبه للنقطتين واضحين؟ اي فن. طيب اتفضل. بالنسبه للاستاذ صفوت، النقطه الاولانيه حضرتك انت في حاجه اسمها اختار الضرائب اللي انت قفلت، وفي حاجه اسمها فحص. انت يجب عليك اللي انت بعد الاختار تطلب من شعبة القضايا في المأمورية شهادة بالموقف الضريبي. ودي أنا أشكرك على السؤال ده، السؤال ده مهم جدا، في بعض الناس بتقع فيه اللي أنا راح أبلغ الضرائب اللي أنا قفلت وهو يمشي ويفكر كده الملف اتقفل. الملف ما اتقفلش يا فندم. المرحلة اللي بعد الإختار بتروح لمأمور في شعبة الفحص وفقا للمأمورية اللي حضرتك تابع ليها، ويبدأ يفحصك ويطلع الضريبة اللي عليك وتدفع الضريبة، وتعدي على شعبة القضايا بتاخد شهادة بالموقف الضريبي، شهادة بنقولها بالعامية مخلصة من الضرائب. يعني الاختار لوحده مش كفاية. الاختار مش كفاية. يبقى أول حاجة، أول خطوة الاختار. أيوة يا فندم. تاني خطوة إيه؟ الفحص يا فندم. أفحص وياخد شهادة من المأمورية، من شعبة القضايا بالمأمورية المختصة، تقول إن أنا سددت الضريبة بالكامل ولا يوجد علي أي مستحقات. أشكرك يا أستاذ صفوت على السؤال ده، عشان في بعض الناس كتير صحيح الناس تقول إيه، أنا أخطر الضريبة وخلاص على كده. فوجئ بعد كده بعد 4-5 سنين بيدفع ضريبة. يعني مطلوب منه دفع ضرائب. فلازم بعد الاختيار شهاده بالموقف الضريبي من شعبه القضايا في المأموريه المختصه، صراحه تذكره ان استاذ صفوت كذا ويحمل رقم ملف ضريبي بالعنوان الفلاني لا يوجد عليه اي مستحقات ضريبيه وتم سداد الضريبه بالكامل. لازم يحصل على الورقه. لازم تحصل على دي. لازم تحصل على دي ده في حاله الاغلاق. في حاله الاغلاق. تمام. الاستاذ ماهر، مساء الخير يا فندم. ايوه يا حبيبي، بشكركم على البرنامج وسلام للاستاذ ناشئه والاستاذ. احنا بنشكر حضرتك يا فندم، اتفضل. انا عندي دكان اجرته ايجار محدد المده، ايه المطلوب مني علشان اضمن ان هو اللي بيدفع الضرايب؟
بتاع الأرباح التجارية. يعني هو الأستاذ ماهر أجر محل وعاوز يضمن أنه المسؤول عن دفع الضرائب المستأجر ما يرجعش عليه الضرائب على المالك بعد ما انتهى المدة الإيجارية، صحيح كده يا أستاذ ماهر؟ مع العلم أنه ما ادانيش أي تأمين، وطبعا هيترك الدكان في نهاية المدة. صحيح. طيب شكرا استاذ ماهر. اتفضل. استاذ ماهر، الضريبه منقسمه جزئين، في حضرتك انت بتاجر له فانت بتاخد ايجار شهري، فالايجار ده خاضع للضريبه، فانت عليك ضريبه وفقا للايجار. لو وفقا يعني المالك بيدفع ضريبه. اي فندم، بس بناء على ايه بيدفعها؟ يدفع على الايجار مش على الارباح التجاريه والصناعيه. هو كسب مليون جنيه اللي هو المحل، انا ماليش دعوه بيها، ماليش دعوه بضريبها. ولكن حضرتك النهارده بتاجر بسيب 2000 جنيه في 12 شهر ب 24000 جنيه. انت المفروض في شهر مارس، لو انت فردي من شهر يناير خد شهر مارس، القانون بيقولك تقدم الاقرار ودفع ضريبتك انت. ولكن الجزء الثاني بتاع حضرتك في السؤال، ثواني يا فندم، دلوقتي انا كمالك اجرت محل، يبقى انا باخد الاجره من المستاجر، هتدفع ضريبه على قد الاجره؟ افتح ملف ضريبي؟ اي فندم، وفقا للقانون احنا عايزين نقولها برضو من ضمن وفقا للقانون الجديد. وفقا للقانون الجديد، نقطه مهمه دي، حضرتك انت خلال 30 يوم من الايجار لازم تبلغ مصلحه الضرائب، حضرتك تبلغ اللي انت اجرت للمؤجر الجديد. حضرتك لو ما بلغتش خلال 30 يوم، حضرتك انت عليك عقوبه من 20000 ل 100000، وحضرتك انت هتتحاسب على الايجار اللي انت بتاخده كمكسب. انت بتكسب النهارده 2000 جنيه في الشهر، وفقا للشرائح الضريبيه هتدفع ضريبه على دي. الجزء الثاني بتاع اجابه السؤال بتاعك، الشخص اللي قاعد واللي بيكسب من المحل، هو المفروض بيقدم اقرار ضريبي كل سنه. الاقرار الضريبي ده مش مخلصه من الضرايب، ده انت بتقدمه خاب ما يجي حاجه اسمها الفحص. الفحص بيجي خلال 3 سنين، خلال 5 سنين وفقا للعينه، وبيتفحص. انت مطالب قبل نهايه المده لازم تجي تاخد من المؤجر شهاده بالموقف الضريبي، تقول اللي هو مسدد الضريبه اللي عليه. لو حضرتك ما عملتش كده، الضرايب فيما بعد هتطالب صاحب العين بالضريبه دي. ما هو بيسال على كده. طب استاذ مينا، دلوقتي انا اجرت محل مده سنه، تمام، والراجل مارس نشاط، تمام، وبعد السنه ده مشي، ما هو حضرتك تاخد تامين. التامين ده مقابل الضرايب والحاجات دي، مقابل الضرايب، مقابل العوائب، مقابل الكهرباء، مقابل الميه. طب ما ممكن هو ماشي يقول انا عاوز التامين بتاعي، اقول له لا استنى، لازم ارجع غير لما تاخد، ارجع للضرايب مخلصه. أيوة. يطلب منه مخلصه ايه يا فندم؟ احنا بنقولها بالعاميه مخلصه، ولكن هي اسمها شهاده بالموقف الضريبي من شعبه القضايا بالمأموريه المختصه. ده يطلب من المستاجر قبل ما يترك العين. اي فندم. تمام. تمام. طيب نرجع لموضوعنا استاذ مينا، اللي هو انا ازاي ابدا فتح الملف الضريبي، وايه هي الاوراق المطلوبه؟ طيب اولا قبل ما ابدا افتح الملف الضريبي، بعرف انا هدفي ايه وعايز اعمل مشروع ايه. تمام. بعد ما احدد الهدف ابدا اخد المقر، لو انا النشاط بتاعي مستلزم مقر مثلا زي محل او مقر مقر اداري كمكتب، وابدا خلال 30 يوم ابلغ الضرايب. بلغ. لو عديت فتره ال 30 يوم من استلام العين، حضرتك هتقع في غرامه وفقا للقانون الجديد تبدا من 20000 ل 100000 جنيه. ده القانون الجديد بيقول كده. مش في حالات انا عايز اذكرها غير الحاله التقليديه، زي ايه؟ حضرتك دلوقتي انا وحضرتك اشتركنا، جبنا حته ارض ورحنا الحي خدنا رخصه علشان نبني. وفقا للقانون الجديد الضرايب، الحي يبلغ الضرايب خلال 30 يوم من صدور الرخصه ويفتح ملف ضريبي. فافضل لك لو انت ناوي على استثمار عقاري زي كده تفتح ملف ضريبي الاول. طب انا لسه الارض مش هشتغلش فيها دلوقتي، هشتغل بقى 3 4 سنين. هتفتح ملف ضريبي وتخطر الضرايب بعدم مزاوله النشاط. علشان ما يحصل لك يعني افتح ملف واقول لهم مش بزاول لسه النشاط، بتخطر الضرايب بجواب عدم مزاوله النشاط. افتح ملف. ولما يجي ميعاد الاقرار الضريبي اقدم اقرار لا شيء، انا متوقف. وحين ممارسه النشاط ابلغ الضرايب باخطار. النقطه اللي احنا بنقولها دي، عدم وعي الممول بيها بتكلفه ضرائب جامده جدا وعقوبات، ممكن تتراكم عليه الغرامات الغرامه 20000 جنيه وانت اصلا ما اشتغلتش، بس انت ما قدمتش. انا اعرف انك ضرائب انت اشتغلت ولا ما اشتغلتش، انت ما قلتليش. تمام. يعني اول خطوه حضرتك قلت لازم افتح الملف الضريبي وابلغ مصلحه الضرائب وابلغهم ان انا متوقف عن النشاط، لا زلت لسه بامارس موضوع التوضيبات وبجهز الكلام ده. في امثله تانية زي لو قلنا الحي ممكن يبلغ الضرايب عنك، زي المطابع ودار النشر. لو انا حبيت اعمل كتاب هدفه الربح، دار النشر وفقا للقانون الجديد لازم تبلغ الضرايب خلال 30 يوم اللي هي عملت لي كتاب، زي اتحاد النقابات كلهم. يعني دلوقتي انا رياضي متسجل في اتحاد الكوره، فانا علشان اتحاد الكوره طلع لي كارنيه اللي انا متايد في الضرايب، اصبح لازم ليا ملف ضريبي. تمام. طب ناخد الاستاذ كمال ونرجع نكمل موضوعنا. استاذ كمال مساء الخير.
مساء النور، انا جمال حكيم. اهلا، اتفضل يا فندم، سؤال حضرتك. حضرتك انا من المكفوفين، وكان حصل ان نظري راح من سنه 2005، كنت شغال في بنك التنميه والائتمان الزراعي، بناء على كده المفروض ان انا معفي من الضرائب. لكن البنك كان بيخصم مني ضرائب كانت مبالغ كبيره، يعني كل شهر تحديدا 4000 جنيه. من سنة 2005 لغاية سنة 2020 لما أنا تيقنت بالموضوع هم ردوا لي سنة 2020 بقى. والحاجات اللي قبل كده قالوا لي الحاجات اللي قبل كده أنا بطالب بيها الضرايب، أنا بطالب بيها الضرايب، هو أنا أقول إن أنا بطالب الضرايب ولا يعني إيه الطريقة إن أنا أستفيد حتى ولو جزء من الأموال دي ولا مش منها؟ واضحه اه تمام يا فندم، في اي استفسار منه؟ لا لا، شكرا لحضرتك يا فندم. هو حضرتك بالنسبه لل يعني هتبقى في كشف طبي وفي اوراق تقدر تروح شعبه القضايا في المأمورية المختصه بتاعت حضرتك وتكتب طلب بكل ما هو معاك مستندات بيه ويتبدأ في الامر على طول. تمام استاذ مينا، حضرتك قلت بدانا خطوه خطوه، قلنا اول خطوه اللي هو فتح الملف الضريبي، ولما ابدا النشاط بقى بتتغير الاختيارات ونوعيه التعامل بقى؟ طيب انا خلاص شطبت عدى سنتين واخترت الضرايب. تمام. اول ما اخذت العين اللي هتفتح ملف ضريبي. خلينا الاول نقول بس الاول الملف الضريبي لو انت فردي هو عاد الايجار او عاد التمليك زائد اصاله دي الاوراق المطلوبه. لو انت هتعمله فردي باسم استاذ نشأت بس معكش شركه هتبقى عاد ايجار او سند الملكيه لو ده ملك. تمام. زائد اصاله كهرباء وصوره البطاقه. ده يفتح لك خلالها ملف ضريبي. وهتقدم بعد كده اختار بعد مزاوله النشاط، جيب بعد سنه سنتين خلاص هتمارس، هتبدا تبلغ الضرايب باختار بمناسبه النشاط. هيبدا بقى هنا سؤال على حسب طبيعه نشاطك، انت النهارده نشاطك ايه؟ مثلا انا استيراد وتصدير، فانا كل ما هو داخل وهو خارج مؤيد بمستندات، فافضل لك تشتغل كحسابات منتظمه. انا عندي ثلاث انواع من الحسابات. فالحسابات الأولانية حسابات منتظمة، بقدم ميزانية وبقدم كل ما هو مستندي، كل شيء داخل الشركة وخارج الشركة بمستندات، ودي لازم يبقى لها دفاتر معينة. دي الفاتورة الإلكترونية فندم ولا مالهاش علاقة بالفاتورة؟ لا دي مالهاش علاقة بالفاتورة الإلكترونية. أنا ده بختار نوع الحسابات، الضرايب مديني مرونة. عندي ثلاث أنواع حسابات بقدر أقدمها لها. ده في أكتر من طريق للمحاسبات الضريبية؟ أيوة. في أول طريقة الحسابات المنتظمة، بروح أسجل دفاتر معينة في قلب السجل التجاري، دفتر يومية ودفتر جد لو أنا نشاط تجاري، أو لو أنا مهني زي دكتور أو محاسب أو محامي أو صحفي بعمل دفتر مصروفات وإيرادات بيتسجل في قلب الضرائب، وإيصالات مهنية لو على حسب النشاط. لو أنا مثلا شركة مساهمة عندي دفاتر الحصص ومجلس الإدارة والجمعية العمومية، وأبدأ أعمل حسابات وأعمل حاجة اسمها ميزانية وأقدمها لمصلحة الضرائب. دي في نهاية المدة القانونية بتاعتي اللي هي بتبدأ من يناير حتى مارس لو أنا منشأة فردية، وتبدأ من يناير حتى إبريل لو أنا شركة. دي نوع اول نوع من انواع الحسابات اللي الضرايب بتديها. في نوع تاني من انواع الحسابات اسمه المؤيد بمستندات مش حسابات، يعني انا عندي ايصالات مبيعات وفواتير مبيعات فواتير مشتريات، بس انا مش مسجل دفاتر فواتير مستندات، عندي ايصالات كهرباء ايصالات ايجار بس مش مسجل دفاتر، فانا بقدمها لمصلحه الضرايب ومصلحه الضرايب بتبدا تشتغل على المستندات دي. النوع الثالث اللي هو نوع الحسابات التقديريه، عندي محل لبان بسيط قوي، محل بقاله بسيط، كوافير، مش قادر امسك حسابات، مش عارف امسك حسابات، فالضرايب بتقدم لك اقرار اسمه اقرار تقديري ومنزله نسبه تعليمات اللي هو التقدير الجزافي ده، تقدير جزافي ومنزلك صفر ربح. يعني لو قلنا مثلا مصنع ملابس مش قادر يمسك حسابات، فالضرايب بتقول لك انت عندك نوعين من انواع الحسابات، انواع الشغل، في شغل لحسابك وفي لحساب الغير. فلو لحسابك 12% صفر ربحك، ولو لحساب الغير 20%. فاحنا بنقول ايراد يومي مثلا 100 جنيه في 280 يوم في السنه، عشان ده مصنع بياخد اجازات اكتر من المحلات، في 20% او 12% على حسب طبيعه الشغل. ده كده احنا وصلنا لمرحله ايه؟ الحسابات. ثلاث طرق او دول ثلاث طرق. طب هنكمل ناخد الاستاذ عصام، بقاله فتره فضل. ونكمل افهم. الاستاذ عصام مساء الخير. اتفضل. مساء الخير. ازي حضرتك عامل ايه؟ اهلا بحضرتك يا فندم. بشكركم على البرنامج والتنويرات القضائيه والقانونيه اللي بتتعاملوا. احنا بنشكر حضراتكم يا فندم. الله يخليك. اتفضل. حضرتك انا كان عندي شقه قايله الي بالميراث من والدي في 2014 بعتها. ايوه.
فسألت المحامي اللي كتب العقد بتاع البيع عليا ضرائب، قال لي لا دي قايلة عليك بالميراث، ما فيش ضرائب على الميراث. أخذت الفلوس في 2014 وسافرت. رجعت في 2017 حبيت أفتح محل صيانة، فعايز أعمل له بطاقة ضريبية وسجل تجاري. لما رحت أفتح الملف، أنا بقى هفتح الملف في القاهرة وأنا بعت الشقة في الصعيد في طيمة محافظة سوهاج، فقالوا لي لا ده أنت عليك ضرائب عقارية في طيمة. يا جماعة أنا ما عملتش أي نشاط تجاري ولا أي حاجة في طيمة. قالوا لي لا ده كان عندك شقة وبعتها. قلت لهم طب أنا سألت وقتها إن عليا ضرائب ولا حاجة، المحامي قال لي ما عليكش أي حاجة. هو حصل تعديل في الهيئة البنائية بتاعت البيت، بنى دور فوق البيت فحصل تغيير بعد موت الوالد. فاللي فهمته ان بعد ما حصل تغيير معناها ان انا لما بعت الشقة اخدت الفلوس ورحت باني بيها شقة تانية ولا حاجة، مع العلم ان الشقة التانية بتاعت اخويا مش بتاعتي. فقالوا لي انت عليك ضرائب عقارية. طب يا جماعة ما فيش مشكلة، كام في المية؟ 2.5%. ال 2.5% بعتها وقتها ب 200,000 جنيه، عليها 5,000 جنيه اللي هي ضريبة التصرفات العقارية. التصرفات العقارية تمام. قالوا لي عليك 5,000 جنيه وقتها، وقت 2014 بقى. عليك من 2014 5,000 جنيه. أنا لما جيت في 2017 اكتشفت الموضوع ده، هو قلت أدفع 5,000 جنيه واخلص. قالوا لي لا ده أنت عليك فوائد مقابل تأخير. مقابل تأخير، مقابل تأخير اسمها مقابل تأخير. فأنا ما فهمتش الحكاية دي، قلت لهم طب أنا مش هدفع، أنا مش عايز أدفع، أنا جاي على أساس أعمل مصالحة واخلص، انتوا بتقولوا عليك فوائد، قلت مش هدفع وما دفعتش لغايه دلوقتي. هل الحكايه دي ليها فتره تقادم بتخلص عندها ولا مستمره مدى الحياه والضرائب والفوائد هتفضل عليا؟ حاضر يا فندم. في استفسار يا فندم؟ لا مش كده. شكرا استاذ عصام. اتفضل استاذ عصام. حضرتك اول حاجه الميراث هو غير خاضع للضريبه، اللي هو ايه يا فندم؟ اللي هو اتنقلت الملكيه من والدك ليك، ده غير خاطئ، فما فيش ضرائب عليها، ما لكش ضرائب. ولكن انت بتقول حضرتك بعت، البيع ده اللي عليه ضريبه بغض النظر انت غيرت الشكل ضفت عليه او لا، او دي بتاعت اخوك او بتاعت حضرتك، البيع عليه ضريبه. ولكن انت الميراث اللي هي هي 2.5% تصرفات عقاريه. ولكن الميراث في حد ذاته اللي هي انت جات لك الحاجه دي من عن طريق الوالد، المرحله دي نقل الملكيه دي مش عليها حاجه، مش عليها ضريبه. ولكن المرحله الثانيه اللي عليها ضريبه، ده رقم واحد. رقم اثنين، ودي بعض المشاكل اللي بنقابلها، الإقرار الضريبي أو الواقعة المنشرة الضريبة لو ما دفعتهاش في وقتها بينزل عليك غرامات اسمها مقابل تأخير. فالحل قدامك حاجتين، الحاجة الأولانية اللي انت تدفع الضريبة الأصل عشان الغرامات تقف، ده لازم. والحاجة التانية بينزل كل فترة قانون اسمه قانون التجاوز عن مقابل التأخير، ده يعني حاليا لسه مش عارفين ممكن ينزل قريب ولا بعيد. هو نزل من فتره، هو نزل من فتره وناس كتير جدا استفادت منه. صحيح. واحنا بنطلب المسؤولين يعني اتمنى ينزل يعني قريبا، هو عمل طفره في التحصيل الضريبه المتاخره والمستحقه. فنصيحه، لازم تدفع اصل الضريبه علشان انت ممكن تلاقي ال 5,000 اللي انت بتتكلم فيهم في الضريبه ممكن تلاقيهم 50. يعني على كده حاليا الاستاذ عصام بتتراكم عليه تتراكم غرامات، تتراكم. ولكن لو دفعت اصل الضريبه الغرامات هتقف، الفوائد هتقف. تمام. طيب خلينا نخرج الفاصل، وبعد الفاصل نكمل موضوعنا عن ازاي تدير الملف الضريبي، وخصوصا حضرتك قلت فيه طرق عديده للمحاسبه الضريبيه، حوالي 3 طرق. اي فن. هنكمل موضوعنا بعد الفاصل. اعزائي المشاهدين، فاصل ونتواصل مع حضرتك. مراكز سان رايز للخصوبة وعلاج تأخر الإنجاب، دكتور شريف باشا سيف. تفخر مراكز سان رايز بأنها الأولى في مصر التي تقتني حضانات الإمبريوسكوب، والتي تعد أحدث تقنية عالمية في هذا المجال، تؤدي إلى زيادة نسب نجاح الحقن المجهري وأطفال الأنابيب، كما تتميز بمستوى طبي بأعلى المعايير العالمية. اتصل على 1-393. حلم الأمومة ليس مستحيلاً. عيادة الدكتور بشوي غبريال، استشاري جراحة الشبكية واستشاري جراحات المياه البيضاء وتصحيح النظر، أول وأحدث عيادة متخصصة في تشخيص وعلاج أمراض الشبكية والاكتشاف المبكر لتأثير السكر على الشبكية. أول عيادة في مصر تعمل بالكامل على النظام الأمريكي، حيث يتوافر الكشف وجميع فحوصات الشبكية بتكلفة الكشف فقط. الأشعة المقطعية على مركز الإبصار،
أشعة الصبغة فقط بسعر الكشف، عمليات المياه البيضاء بأجود العدسات، وتصحيح الإبصار الليزك بأأمن التقنيات، ويمكنك ممارسة حياتك الطبيعية بعد يوم واحد. ونظراً لظروف الحالية وفيروس كورونا، العيادة تطبق نظاماً صارماً في حجز المواعيد لمنع التكدس مع تطبيق جميع إجراءات مكافحة العدوى. عيادة الدكتور بشوي غبريال، الجودة أولاً. للإعلان على نيسات اتصل على 012-76-22-345 أو 012-76-22-346. أستاذ مينا، يعني حضرتك قلت في كلام حضرتك أنه في طرق للمحاسبة الضريبية، ثلاث طرق. أيوة. هل أنا كممول بلغة المصطلحات الضريبية، يعني بقيت صاحب مشروع بقى في مواجهة الضرائب، مصلحة الضرائب اسم ممول، هل أنا بختار أي طريق من الطرق دي، ولا المشروع هو اللي بيفرض طريق معين؟ هو حضرتك أنت اللي بتختار، بتكتب اختار للضرائب أو في الإقرار الضريبي نفسه. إن أنا همشي في الطريق ده، إن أنا همشي في الطريق ده. حضرتك عدم اختار الضرائب بالطريقه المعينه اللي انت متبعها ممكن يهدر دفاتر. بمعنى انت النهارده الضرائب عشان تحاسبك حسابات منتظمه بتاريخ الدفتر اليوميه والجد اللي بتسجلوه في السجل التجاري، فانت حضرتك اشتغلت حسابات ونسيت تسجل الدفتر ده، فده سبب من اسباب اهدار الدفاتر قانونا، اهدار الدفاتر. طيب فنقطة عدم وعي الممول بامساك الدفاتر دي بتهدر الناحية الشكلية في المحاسبة الضريبية فيما بعد، عايزين نتكلم فيها لو وقت الحلقة يسمح. دي من نقطة الضعف، فأنا لازم أختار الأول أنا همشي إزاي. طيب. وأختار الضرائب بالإختار ده. طيب. أنا حسأل حضرتك برضو سؤال بحكم خبرتك في المجال ده. حضرتك قلت ثلاث طرق. أيوة. أفضل طريق من رأي حضرتك بالنسبة للمول، بس ناخد الأستاذ أمير وننصح الناس بإيه يختاروا أنهي طريق. فضل. الأستاذ أمير مساء الخير. مساء النور أستاذ نشأة. مساء الخير يا فندم. كل سنة وانتم طيبين. وحضرتك طيب يا فندم. في عندي سؤال، في محل عندنا انا مالك. أيوة. معتصب المحل وعليه قضيه وشغاله، مين اللي هيدفع الضرايب دي، المالك ولا المعتصب بقى؟ يعني في المستاجر في منازعات ما بينك وما بين المستاجر. ايوه تمام. وهو ما تعرفش اذا كان ملتزم بدفع الضرايب ولا لا؟ لا ما نعرفش. طيب حضرتك في اي استفسار؟ لا شكرا. شكرا استاذ امير. هو حضرتك هتدفع الضريبه وفقا للايجار، هو لو بيديك ايجار حتى لو في المحكمه وفقا للايجار ده حضرتك هتدفع الضريبه، ولكن الايجار اللي على العين نتيجه ممارسه النشاط التجاري ده مش على حضرتك، ده عليه هو. طب ولو مشي وما دفعش الضرايب اللي عليه، الضرايب هترجع على العين ولا هترجع على الشخص؟ هترجع على الشخص الاول قبل ما ترجع على العين. ترجع على الشخص. أيوة. طب نفترض الشخص ما التزمش. في مراحل شكليه كتير من ضمنها المراحل النزاع اللي في القضاء. وساعتها القضاء هو اللي بيفصل في النقطه دي. بس هو رقم واحد الضريبه على الشخص اللي هو اخذ الربح. تمام. طيب استاذ مين، حضرتك قلت في اللي هي طرق للمحاسبه. أيوة. في الدفاتر وغيرها وغيرها، افضل طريقه او انسب طريقه مرتبطه بمشروع معين يعني ولا هي دي بترجع لطبيعه النشاط نفسه. النشاط، طبيعه النشاط. ممكن محل صالون حلاقة يمسك حسابات منتظمة، لو هو عنده كاشير وعنده فاتورة بيطلعها يمسك حسابات منتظمة. ولكن لو هو ما عندوش، هو اللي بيدير المكان لوحده وما عندوش فواتير، ما عندوش فواتير مشتريات، ما عندوش فواتير مبيعات، فما بقدماش حل التقدير. التقدير، التقدير ده بيرجع لطبيعة النشاط نفسه. طب مراحل، يعني أنا صدر مثلا تقدير جزافي ب 100,000 جنيه مثلا ضريبة، أنا دلوقتي بقول لهم لا، ده الضرايب اللي عليا المفروض مثلا 60,000. تمام. إيه أعمل إيه؟ طيب السؤال ده إجابته نبدأ من أول، إحنا فتحنا الملف واخترنا الضرايب اللي إحنا ممارسة النشاط لسه، وبعد كده لما نيجي ممارسة النشاط نختار الضرايب اللي إحنا مارسنا النشاط. تمام. ثم أختار الحسابات بتاعتي، ثم يجي ميعاد الإقرار الضريبي. ميعاد الإقرار الضريبي وفقا للمنشأة الفردية من شهر يناير لغاية 31 مارس آخر ميعاد،
ومن شهر يناير لحد 30 ابريل للشركات الاعتباريه بجميع انواعها. حضرتك لو انت ما التزمتش في الاقرار تقديمه عليك غرامه خلال 60 يوم الاوانيه من تاريخ الاقرار 3000، بعد 60 يوم عليك غرامه 50000 جنيه. عليك غرامه 50000. المواعيد مهمه، المواعيد اهم شيء في الضرايب. عدم وعيك او عدم علمك بالمواعيد لا يعفيك من اي شيء، يعني هتتراكم عليك، هتتراكم عليك. طيب نقول انواع الاقرارات تانية. نقول تانية يا فندم، احنا عندنا لو بنتكلم على الضرايب العامه، عشان في ضرايب قيمه مضافه، لو بنتكلم على الضرايب العامه حضرتك لو منشاه فرديه المشروع قايم عليك انت لوحدك والبضاعه الضريبيه باسمك انت لوحدك ومعكش شركاء، بيبدا الاقرار من يناير حتى 31 مارس. ليه بقول الكلام ده؟ عشان في بعض الناس عندها ثقافه الاقرار الضريبي في مارس ده نهايته، نهايته بدايته من يناير، بتقدمه مره واحده من يناير لمارس. ايوه ده المنشاه الفرديه. ولكن لو انت شركه، يعني شركه يعني شراكه، مشارك حد، اي نوع من انواع الشركات، تضامن، توصيه بسيطه، شركه مساهمه، زياده مصيريه محدوده، شركات اموال، شركه الشخص الواحد، حضرتك هتقدم اقرار من يناير برضو، ينتهي اخر ميعاد ليك يوم 30 ابريل من كل عام. عدم تقديم الاقرار انت قدمته في شهر 5، يعني خلال 60 يوم عليك غرامه توصل 3000. طب انت قدمته بعد 60 يوم عليك غرامه 50000، بغض النظر انت اشتغلت او ما اشتغلتش. ملزم، يعني دي مش ضريبه، دي غرامه بنص قانون، دي مش بتنزل، دي مش ملهاش طعم. يعني ممكن الغرامه تتراكم تبقى اكتر من قيمه الضريبه نفسها. اي فندم، ده نتيجه ايه؟ عدم ثقافه او عدم وعي او عدم اهتمام الممول. ورقه عاديه لو انت قدمتها تفرق معاك جدا، زي الاختيار اللي انت هتقدمه اللي انت ما مارستش النشاط. صحيح. طيب حضرتك انت سالتني سؤال دلوقتي، انا عليا ضرايب 100000 جنيه. في حاجه عندنا في الضرايب حاجه اسمها الناحيه الشكليه. ايه هي الناحيه الشكليه؟ انت رقم واحد قدمت الاقرار ولا ما قدمتوش؟ عدم تقديم الاقرار من حق الضرايب تقدر لك تقدير جزافي. هي ما تعرفش انت بعت بكام، فهي من حقها تقدر. يعني هي منتظره رد من الممول. اي فندم، انا لا انا قدمت وبكسب كذا بس. ما هو احنا اتفقنا، فتحنا الملف، اخترنا نوع الحسابات، قعدنا طول السنه بنعمل الحسابات دي، هنيجي في الساعه الاخيره نقدم. انت ما عملتش الخطوات دي، فالضرايب مش عارفه انت بعت بمليون ولا بعت ب50. فمن حقها تقدر لك جزافي وفقا للمشروع، وفقا للديكور، وفقا لتابعه النشاط، وفقا لحالات المثل اللي زي حضرتك في المأمورية. طيب دي اول نقطه، فانت اول نقطه تحميك بعد الفتح الملف، اختار الحسابات، قدم الاقرار حتى لو الاقرار لا شيء. حتى لو انت ما اشتغلتش، يعني حتى لو ما اشتغلتش ده لازم. قدم اختار لا شيء، انما انت ما اشتغلتش. طيب بعد الاقرار، هل الاقرار ده مخلصه من الضرايب؟ هل انا كده خلصت ضرايبي؟ لا، ده القانون بيقول كل الناس في مصر، كل نشاط هادف للربح يقدم الاقرار الضريبي ده طالما فاتح ملف ضريبي. والمواعيد احنا قلنا. طب بعد ما قدمنا الاقرار بيجي حاجه اسمها الفحص. طب نوقف عند تقديم الاقرار، الفحص نكمله ناخده للاستاذ سعد. استاذ سعد اتفضل يا فندم. مساء الخير يا استاذ. مساء الخير استاذ سعد. اشترينا شقه ب 300000 سنه 360000 سنه 2014. ايوه يا فندم. والمالك كتب علينا اقرار في ورقه خارجيه ملزمين ان احنا ملزمين بدفع الضريبه العقاريه. وللان احنا ما دفعناش ضرايب، يعني احنا رحنا ودينا العقد في الضريبه العقاريه وما طلبوناش بحاجه. هل هذا يسري ام مخالف للقانون؟ القانون المفروض على البايع الضريبه. تمام، اللي هي ضريبه التصرفات العقاريه. ده السؤال الاول. اي فهم. السؤال الثاني عايز اعرف نسبه يعني التاخير في الضرايب العقاريه، النسبه اللي هدفع بيها، يعني انا افرض حسبوني بتاخير بنسبه التاخير، هيبقى كام في الميه نسبه التاخير دي؟ حاضر يا فندم. شكرا. لا شكرا. شكرا استاذ سعد. رقم واحد، من ضمن الاخطاء الشائعه في المجتمع اللي احنا واحنا ممكن نكتب عقد المالك مش عايز يدفع ضريبه، فبنقول الضريبه دي على المشتري. وفقا للقانون الضريبه دي على اللي بيكسب، هو اللي كسبان، والضرايب بتحاسبه هو، والاختراض الضرايب هتطلع باسمه هو. يعني حتى لو اتفقوا، حضرتك بقى عايز ترجع لمرجعيه العقد في قانون مدني، ولكن قانون الضريبه مين اللي كسبان، مين اللي خد الفلوس؟ وبعدين برضو بعد إذن حضرتك، يعني إحنا كنا ناقشنا الموضوع دوت من فترة في البرنامج، إنه صدر مشروع بقانون من مجلس الوزراء وحيعرض على مجلس النواب بإلزام المالك بدفع الضريبة عن التصرفات العقارية اللي هي 2.5% دون الرجوع للمشتري، حتى قالوا صراحة إنه المشتري يستلم العين وما يدفعش لأنه هو دفع المقابل. تمام. والضرايب هي اللي ترجع على المالك.
كلام مظبوط. معلومة مهمة جدا عايز أقولها، مؤخرا أصدرت مصلحة الضرائب ووزير المالية بروتوكول تعاون ما بين الكهرباء، وزارة الكهرباء، وما بين مصلحة الضرائب بإرسال كشف بكافة العدادات الإدارية والتجارية الهادفة للربح لمصلحة الضرائب بفتح ملفات ضريبية. من ضمن النقط اللي أنت حضرتك مالك وحدة، والوحدة دي العين فتحة نشاط تجاري ومبلغتش الضرائب، هتلاقي الضرائب الأيام اللي جاية هتبعت لك جوابات باسم صاحب العداد، هي عشان هي مش عارفة مين اللي قاعد. صحيح. طيب هو برضو كان ليه استفسار تاني فانه بيقول انه ما دفعش المبلغ ده، هترجع على صاحب العين الغرامة بيقول قد ايه، هل متحددة؟ وفقا لسعر الائتمان من البنك المركزي، وفقا لسنة سنة. في بعض السنوات مؤخرا كانت 20% الفوائد البنكية، فدي بتتحسب وفقا لسعر الائتمان من البنك المركزي وفقا للسنة. تمام. الأستاذة راندا، مساء الخير يا فندم. مساء النور. اتفضلي يا فندم، سؤال حضرتك. هو سؤالي أنا ببتدي أفتح عيادة جديدة. تمام. فإيه الإجراءات اللي يعني اللي أعملها بعد ما فتحت الملف الضريبي؟ إيه اللي أعمله بعد كده؟ يعني حضرتك عشان أبقى سليم، حضرتك يعني حددت، أنا لسه ما ابتديتش النشاط. تمام يا فندم. لكن اشتريت العيادة بالفعل. اشتريت العيادة وجبت الأدوات وكل حاجة. هنبتدي مثلا من بداية العام الجديد 22. ايه الخطوات اللي بقى ماشية سليم يعني؟ سيدة راندا، اول حاجه حضرتك هتعمليها هتختاري الضرايب للفتره اللي فاتت من ساعه اشتريت العين اللي انت في اي استفسار من الدكتوره؟ شكرا يا فندم، اتفضل يا فندم. اول حاجه هي تبلغ الضرايب بعد فتح الملف بعد مزاوله النشاط عن الفتره اللي فاتت اللي انت كنت في تجهيزات حضرتك بتعمليها. انت حضرتك بتقولي على اول السنه هتبداي، فانت من اول يوم هتشتغل هتختاري الضرايب ببدء مزاوله النشاط من تاريخ مثلا 1 يناير 2022، عشان الضرايب لما تيجي تحاسبك هتحاسبك من التاريخ ده، مش تحاسبك باثر رجعي من تاريخ اقتناء العين. ده رقم واحد. رقم اتنين، تبدأي تختاري نظام محاسبة لنفسك. ايه هو؟ هل انت تقدري توفري مستندات زي هتأمني على السكرتيرة او الممرضة اللي عندك، الايجار تعرفي تجيبيه، ايصال الكهرباء، الايرادات بتاعتك هتعرفي تأيديها ككشوف. لو ده تقدري توفريه تبدأي تعملي حسابات منتظمة، هتجيبي دفاتر يوم الايرادات والمصروفات وتسجليها في مصلحة الضرائب شعبة المهن الحرة، مأمورة المهن الحرة، وتبدأي اي ايصال اي كشف حضرتك هتاخديه في اليوم هتأيدي، واي مصروفات متعلقه بالنشاط هتأيديها. وفي اخر السنه اللي هو بالنسبه لنا شهر 12، نبدا من شهر 1 لغايه شهر مارس السنه الجايه اللي هي 23، هتبدا تقدم الاقرار الضريبي مؤيد بمستندات. لو بالنسبه لك مش هتعرفي تأيدي مستندات، هيبقى عندك نظام تاني للمحاسبه اسمه النظام التقديري. ودي الضرايب اللي هتقدرها لك، بس لازم تقدمي اقرار ضريبي في شهر 3 من يناير لمارس 2023. تمام. الأستاذ مجدي، مساء الخير يا فندم. مساء النور. اتفضل، سؤال حضرتك. لو سمحت أنا عندي محل أملكه. ألو. أيوة معاك يا أستاذ مجدي، اتفضل. الأستاذ نشأت. أيوة يا فندم معاك يا فندم، أنت حضرتك معانا على الهواء، اتفضل. عندي محل أملكه. أيوة فندم. ومأجره. الإيجار ده عليه ضرائب؟ حاضر يا فندم، في أي استفسار تاني؟ شكرا أستاذ مجدي، شكرا، تفضل. ما احنا قلنا الإيجار حضرتك هتحاسب على الإيجار فقط. بتأجره ب2000 ب3 ب10 هتحاسب عليه. نصيحة حضرتك تبلغ الضرائب، عدم إبلاغك بالضرائب أنت هتقع في تحت مشكلة العقوبة من 20,000 ل100,000، لازم تبلغ، والشخص الآخر اللي هو قاعد في العين لازم يفتح بتاع ضريبية. إذا لنا نطلع الفاصل، وبعد الفاصل نكمل موضوعنا اللي هو عن الفحص، نفهم إيه هو الفحص. أعزائي المشاهدين، فاصل ونتواصل مع حضراتكم. مراكز سان رايز للخصوبة وعلاج تأخر الإنجاب، دكتور شريف باشا سيف. تفخر مراكز سان رايز بأنها الأولى في مصر التي تقتني حضانات الإمبريوسكوب، والتي تعد أحدث تقنية عالمية في هذا المجال، تؤدي إلى زيادة نسب نجاح الحقن المجهري وأطفال الأنابيب، كما تتميز بمستوى طبي بأعلى المعايير العالمية. اتصل على 1-393. حلم الأمومة ليس مستحيلاً. عيادة الدكتور بشوي غبريال
استشاري جراحة الشبكية واستشاري جراحات المياه البيضاء وتصحيح النظر. أول وأحدث عيادة متخصصة في تشخيص وعلاج أمراض الشبكية والاكتشاف المبكر لتأثير السكر على الشبكية. أول عيادة في مصر تعمل بالكامل على النظام الأمريكي، حيث يتوافر الكشف وجميع فحوصات الشبكية بتكلفة الكشف فقط. الأشعة المقطعية على مركز الإبصار، أشعة الصبغة فقط بسعر الكشف. عمليات المياه البيضاء بأجود العدسات وتصحيح الإبصار الليزك بأأمن التقنيات، ويمكنك ممارسة حياتك الطبيعية بعد يوم واحد. ونظراً للظروف الحالية وفيروس كورونا، العيادة تطبق نظاماً صارماً في حجز المواعيد لمنع التكدس مع تطبيق جميع إجراءات مكافحة العدوى. عيادة الدكتور بشوي غبريال، الجودة أولاً. للإعلان على نيسات اتصل على 012-76-22-345 أو 012-76-22-346. أستاذ مين، يعني قبل ما أتكلم في الفحص، يعني جي في بالي سؤال برضو. يعني مثلا أنا اشتريت محل وبلغت الضرائب خلال 30 يوم والتزمت وبلغت وقلت لهم أنا لسه ما بدأتش نشاط، تمام، وقافل المحل ده سنتين أو ثلاث سنين وقلت مش هبدأ دلوقتي، بتحاسب إزاي ضريبيا؟ وهل ممكن الضرائب تصدق أن أنا مثلا قافل ولسه ما بدأتش نشاط، ولا ممكن أفاجأ بمبالغ؟ طيب حضرتك انت فتحت الملف خلال 30 يوم، ملتزم فعلا، انت كده رقم واحد كعقوبه مش طاقه عليك. بلغت الضرايب اللي انت عدم ممارسه النشاط، فانت كده بالنسبه للفحص الضريبي هيتاخد بيه، رقم واحد. وفي نقط دعم مع الاختار ده تقاوم موقفك، زي ايه؟ طبيعه اي نشاط محتاج كهرباء، محل ملابس، ورشه بلاستيك، اي نوع من انواع الانشطه، مفيش اي نشاط مش محتاج كهرباء. ومن ضمن الاوراق المطلوبه لفتح الملف الضريبي ايصال كهرباء، فبتجيب شهاده اسمها شهاده استهلاك من وزاره الكهرباء، وكان للمكان اللي حضرتك انت واخد فيه العين. يعني دي اقدمها خلال فتره ايه مثلا، لما ولا هما لما يطلبوا مني؟ لما بيبقى في فحص، يعني هو مصلحه الضرايب بتقول عاوز فحص ولا ايه؟ الفحص ده ازاي التواصل؟ طريقه الفحص، حضرتك بتفتح الملف وبتختار نوع الحسابات، تقدم الإقرار، يجي بعد كده خلال خمس سنين من السنة دي حاجة اسمها اختيار عينة. لو أنت ماسك حسابات حسابات منتظمة بقى في عينة، ما بياخدوش كل الناس. العينة دي هتجيبك، يبدأ الضرائب تبعت لك نموذج أولي اسمه 31. النموذج ده بيقول لك أنا عايز الحسابات اللي عندك، مش أنت اخترت أن أنت عندك حسابات، هات الحسابات عشان نبدأ نشتغل. تخترق نموذج تاني اسمه 32، بنفس الكلام، إحنا معاد الفحص بتاعنا ومطلوب منك مستندات في التاريخ الفلاني. طب نفترض مصلحه الضرايب ما بعتتليش، يبقى ايه موقفي انا؟ دي بيجيب منها، انا احنا كمحاسبين والممول بنشتغل على الناحيه الشكليه، لو الضرايب ما بعتلكش ده بطلان في المحاسبه. بنطلب في لجان الطعن او لما الملف يوصل للمحكمه، دي من كسور في الناحيه الشكليه في الملف، ودي من خلالها ممكن نطلب بطلان محاسبه. دي من ضمن النقط المهمه جدا بالنسبه لنا احنا كمحاسبين بنشتغل عليها. بعد ما نوفر المستندات بيحصل حاجة، عملية فحص. بيبصوا أنا قدمت حسابات 100,000 جنيه ومشتريات 80,000 ومصروفات 10,000 وصافة مكسبي 10,000. بتبدأ مصلحة الضرائب تطلع على الحاسب الآلي، بتشوف حاجة اسمها خصم مضافة، هل أنا بعت لجهات غير الجهات اللي أنا قايلها ولا لأ، بتشوف المشتريات وبتطبق الكلام ده، وبينتج عليه حاجة اسمها فروق فحص ونموذج 19. الضرائب بتبدأ تبعتها. نموذج 19 هو أحد النماذج الربط الضريبي. بنسمع عن نموذج 19 ونموذج 15، موضوع كبير على فكره. ناخد الاستاذ سعد رجع تاني نشوف في استفسار. اتفضل استاذ سعد. حضرتك ما جاوبنيش الباشمهندس، هل دلوقتي انا ادفع الضريبه متاخره ولا ارجع على المالك بقضيه معينه او اي حاجه علشان في حاله اذا المستاجر ما التزمش بدفع الضريبه؟ لا، انا البائع اللي باع لي
البائع اللي باع لي. هو البائع اللي باع لي. البايع هو في اي استفسار؟ لا شكرا استاذ سعد. طيب هيرد على حضرتك يا استاذ سعد. فندم هو مين اللي خد الفلوس؟ البائع. الضريبه هتطالبه بيها. مش هتطالبك انت. وساعتها هو المطالب السداد وفقا للقانون المدني اللي انتوا عاملينه العقد. ده نزاع تاني بعيد عن الضرايب، احنا بنتكلم كشق ضريبي، الضرايب على البائع. انت كاتب في العقد ان الضريبه دي على حضرتك كمشتري، ده هو اللي جاي بقى للقانون المدني. العقد شريعه المتعاقدين زي ما بيقولوا. تمام. طيب ايه هو نموذج 19 ونموذج 15 يا فندم؟ احنا قلنا احنا فتحنا الملف واخدنا الحسابات. تمام. قدمنا الاقرار. نزلت في العينه ده وانت حسابات اللي هو الفحص ده. اللي هو الفحص. في الفحص ده بيشوف في فروق ضريبيه طلعت. بيبلغ بيها ازاي؟ بيبعت لك نموذج عن طريق ايام الوصول في البريد. اللي انت عليك ضريبه فرق في الحسابات بتاعتك وصل مبلغ معين. النموذج ده اسمه نموذج 19، هو احدى النماذج الرب. ايه نموذج 15؟ انا عندي نوع تاني من انواع الضرايب اسمها الضرايب الغير مباشره اللي هي قيمه مضافه. قيمه مضافه الضريبه بتاعتها دي 14% وبتختلف كسعر عام، وبتختلف من ضريبه جدول عام او على حسب بعض الانشطه في ضرائب مختلفه عن 14%. ساعه الفحص نفس الاجراءات بالظبط، احنا بناخدها بنفتح ملف في القيمه المضافه وبنختار نوع الحسابات وبنقدم اقرارات شهريه مش سنويه. شهريه. وبرده بترجع لطبيعه النشاط، يعني مثلا وفقا للتعليمات اللي نزلت مؤخرا لو انت نشاط استوى تصدير وما صدرتش ولا استوردت ولا بعت ولا اشتريت خلال شهر معين من حقك ما تقدمش الشهر ده. ولكن الحسابات عامه في غالبيه الانشطه بتقدم كل شهر. عدم تقديم الاقرار في الشهر الواحد عليه غرامه 3000 جنيه حتى لو انت مش شغال. عدم تقديم الاقرار يعني حتى لو مش شغال غرامه 3000 جنيه. اي فندم لازم تقدم. هي مشكلتنا في المعلومه، مشكلتنا صحيح. في المعلومه في الضرايب عايزه المعلومه. فانت لازم تبلغها شغال قدم، مش شغال قدم لا شيء. تمام. الاستاذ اشرف اتفضل يا فندم. ايوه الاستاذ اشرف اتفضل. ايوه يا فندم مساء الخير. مساء الخير. ممكن اكلم الاستاذ مينا؟ معاك الاستاذ مينا اتفضل. الله يخليك يا فندم. انا من مقيم في القاهره وعايز افتح نشاط في محافظه تاني. وعايز افتح سجل التجاره وبتاع ضريبيه. ايوه فندم. هل ينفع ان انا مثلا افتح سجل من الاول وجديد ولا ممكن يحصل حاجه كده من غير ما افتح من الاول يعني ضريبه تاني وسجل جديد من القاهره للمحافظه تاني؟ يعني انت نشاطك كان في القاهره وعايز تحوله لمحافظه تاني. وهل ينفع ان انا مثلا اضيف نشاط غير النشاط في الضريبه غير النشاط اللي هو في القاهره لمحافظه تاني؟ يعني تعديل نشاط ولا اضافه للنشاط السابق؟ لا اضافه. ينفع اضيف نشاط تاني من القاهره لمحافظه تاني بس النشاط غير النشاط؟ حاضر يا فندم. حاضر. بالنسبه للاستاذ اشرف ينفع لو انا عندي مشروع قايم هنا في القاهره وربنا كرمنا في مشروع في البحيره نشاط مختلف. انا عندي هنا ممكن اخد افتح تاني هناك ولا ممكن احوله؟ افتح تاني المكان الرئيسي عندي هنا اسمه ملف رئيسي والملف اللي هو موجود في المحافظه الثانيه اسمه تذكاري. طب نفترض اغلقت اللي هنا، من حقك تغلق هنا وتفتح هناك بس. لكن ما حولش الملف. لا انت هتقفل هنا لازم تتحاسب هنا وتقفل الملف النهائي هنا وتفتح ملف جديد هناك. تمام. نقول تاني يا فندم. حضرتك دلوقتي انا عندي حالتين. الحاله الاولانيه انا عندي نشاط تجاره هنا في مصر في القاهره وهعمل فرع تاني، وعندي نشاط مختلف تصنيع مش تجاره تصنيع في البحيره. هعمل نشاط رئيسي هنا والنشاط اللي هناك ده فرعي للنشاط الرئيسي. تمام. طيب عندي حاله تانية انا هقفل هنا خالص مش عايز اشتغل، هبدأ في مكان وضع هناك. فهنا مديريه الضرايب بتقول لك صف الحساب عندي واقفل خالص وخد شهاده بالموقف الضريبي واقفل لك على الحاسب الملف بتاعك وروح الماموريه الثانيه اللي هي في البحيره في اسكندريه على حسب النشاط عند حضرتك وافتح ملف جديد هناك بتاريخ جديد ملوش دعوه بالملف القديم. طب نفترض هفتح يعني النشاط شغال ولكن هبدا نشاط ثاني مختلف، هل برضو افتح ملف جديد ولا مرتبط؟ لا يبقى ملف، يبقى مرتبط بالملف الرئيسي. انت ليك ملف واحد بس في الضرايب لو انت منشافر يعني الشخص ليه ملف واحد. حتى لو تعددت الانشطه، حتى لو تعددت الانشطه. يعني النهارده حضرتك انت استوى تصدير ربنا كرمك فتحت كافي شوب، يبقى على نفس الملف مش ملف تاني. شويه اشتغلت في استثمار عقاري على نفس الملف مش يعني ملف اكتر تاني. من نشاط برضو بنفس الملف لو طالما نفس نشاط 100 نشاط. تمام. هيبقى على نفس الملف. تمام. الاستاذه سيلفانا مساء الخير يا فندم. مساء النور. اتفضلي سؤال حضرتك. ايوه استاذ مينا، انا دلوقتي عندي شقه اشتريتها في اسكندريه من سنه 2015.
تمام. ودلوقتي انا ما بروحش اسكندريه اصلا لاني مش عايشه هناك، الشقه مقفوله، ودلوقتي اكيد عليها ضرائب عقاريه، فانا اتصرف ازاي، ادفعها منين، وانا ما بروحش هناك خالص لان انا يعني كبيره وتعبانه. وكمان يعني عايز اعرف المبلغ هيكون كام دلوقتي اللي عليا ولا ايه الوضع. هي كانت ب 500,000. تمام، من 2015 يا فندم. كانت ب 500. حاضر يا فندم، شكرا. هي ما بلغتش وما عملتش اي حاجه. هو بالنسبه بس للضرائب العقاريه انت ليك اعفاء واحد بس. ليك اعفاء سكني واحد بس، اللي تختار هي اسكندريه لا تختار القاهره. ده بالنسبه للضرائب العقاريه. الضرائب العقاريه بالنسبه لضريبتها هي الاعفاء بتاعها، لو اختلطوا في القاهره هتدفع الضريبه كامله على اسكندريه. دي ممكن تتوجه لمستعطي الضرائب العقاريه هناك وتعرف الشرايح بتاعتهم وتدفع. تمام. الاستاذ علاء، مساء الخير يا فندم. ايوه يا فندم، حضرتك يا فندم. استاذ علاء اتفضل. ما انا مشكلتي يا فندم ان انا كنت باع شقتين في دور كنت ساكن فيه انا والاولاد وشات جراج في نفس العماره في منطقه شعبيه. يعني انت بعت شقتين في عقار؟ تمام يا فندم. ايوه. ولما بعتهم اشتريت حته ارض على اساس ان ابني شقه للاولاد. تمام. ابني شقه بيت الاولاد، فطبعا لما المباني ومشاكل المباني حصلت بعت حته الارض واشتريت شقه في حته نظيفه وقعدت فيها انا والاولاد. طبعا الكلام ده كان ليه يا فندم؟ ايه يا استاذ علاء؟ استاذ علاء حاول تكلمنا مره ثانيه. اتفضل يا فندم. طيب احنا دلوقتي اتكلمنا عن الفحص. تمام. وحضرتك قلت نموذج 19، امال ايه نموذج 15 ده؟ نموذج 15 ده فحص برضه ولكن قيمه مضافه. فحص تاني. بس ضرايب قيمه مضافه. مصلحه الضرايب، في عندنا ضرايب مباشره وضرايب غير مباشره. الضرايب المباشره دي على دخلك على مكسبك انت، ولكن الضريبه الغير مباشره هي دي ضريبه على المستهلك. فانا لو محل موبايلات مثلا فانا بشتري من الشركه فانا عليها ضريبه بدفعها كمشتري للشركه. خدت الموبايل ده بعته في المحل لحضرتك، فانت بالنسبه ليا مشتري فبتدفع 14%. فدي ضريبه اسمها ضريبه غير مباشره بتحصلها الدوله شهريا. شهريا. فبرضه فيها فحص، والفحص ده ينتج منه نموذج 15. تمام. استاذ مين، يعني انا دلوقتي عملت طعن، القانون القديم كان بيقول ايه؟ باجراء معين كده او ورقه او خلاص لمصلحه الضرايب. هل دلوقتي اختلفت الاجراءات الشكليه، لازم ليها زي مذكره واجراءات معينه؟ احنا وصلنا لنموذج 15 ونموذج 19. تمام. الضرايب بتبعت لك. هنا بنقف بقى وقفه، مش معنى ان انت قدمت الاقرار الضريبي ده مخلص. وصلنا لمرحله الفحص والنموذج جالك، خلال 30 يوم لازم تطعن على النموذج ده. والطعن اصبح كمذكره دفاع بنكتب فيه كل النقط اللي احنا عايزين نذكرها. يعني مش طعن كلمتين وبس كده. زمان كنا ممكن نكتب ايه جمله وتفصيلا، نطعن جمله وتفصيلا ورجاء احاله الملف للجنه الداخليه او لجنه الطعن، اللي هي يعني دباجه ثابته. ولكن اصبح وفقا لقانون الاجراءات مطالب مني اذكر الاسباب واسس الطعن. انا بطعن ليه؟ النهارده جت عليا ضريبه 100,000 جنيه، ال 100,000 جنيه من وجهه نظري انا كمحاسب او كممول شايفها كتيره ليه؟ قد يكون في اخطاء محاسبيه تجميعيه. طب ما ده صح. قد يكون في اخطاء وفقا للنسب المحاسبيه للضرايب، لو انا بتحاسب تقديري الضرايب حاطه نسبه اعلى من التعليمات الماموريه. قد يكون التقدير اليومي اللي المامور حاطه مبالغ فيه. قد يكون عندي مشكله في الحسابات بتاعتي والضرايب اهدرتها لي وانا شايف من وجهه نظري ده بطلان في المحاسبه. فابدا اذكر النقط بالتفاصيل، ودي من ضمن النقط اللي احنا عايزين نركز فيها. مذكرة الدفاع اللي هي الطعن، لو انا ما كتبتهاش بشكل قوي ممول اللي هو ما عندوش درايه كافيه، الجا لمكتب محاسبه افضل او مكتب محاماه متخصص في الشان الضريبي، عشان حضرتك لو ما ذكرتش النقطه اي نقطه من نقط الضعف اللي موجوده في الملف مش من حقك تذكرها فيما بعد. يعني لازم مذكره تفصيليه بسبب انت مش انت رافض التقدير ال 100,000 جنيه دي ليه؟ ليه؟ السبب تكتبها بالتفاصيل. عدم ذكر سبب واحد ده ممكن يهدر حقك في اللي انت تخفض الضريبه فيما بعد في اي لجنه من اللجان، اذا كانت لجنه داخليه او لجنه طعن. طيب حسب برضو يعني هل ده مرتبط بمواعيد؟ بس ناخده الاستاذ سناء ونكمل. الاستاذ سناء مساء الخير. ايوه مساء النور. اتفضلي سؤال حضرتك يا فندم. بقول لحضرتك مساء الخير استاذ نشأت. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا بيك يا فندم. بقول لحضرتك احنا ست اخوات. تمام. بعنا حته عقد زراعيه. فاللي اشتراها قدم علشان يسجلها، فقالوا لنا كل واحد فيكم عليه 250 جنيه، قلنا ما فيش مشكله، لكن دلوقتي عاوزين يفتحوا ملف ضريبي لكل واحد فينا، فايه الحل؟
يعني عاوزين يفتحوا محل ملف علشان هم نباعوا. حركة تدفع ضريبات. آه. تمام. طبيعي. طيب في أي استفسار تاني يا فندم؟ لا، فأنا عاوز أشوف ليه يفتحوا لنا ملف ضريبي؟ إحنا مستعدين وجبنا ورقة من الجمعية الزراعية. طيب يعني أنت مش معترضة إنك تدفع يا أستاذ السنة؟ لا مش معترضة. طب هيقول لك الأستاذ مينا إيه السبب إن هم طلبوا الملف؟ آه. شكرا لحضرتك، اتفضل يا فندم. ليه هم طلبوا ملف؟ طبيعي يا فندم، حضرتك هتدفع تحت حساب ايه؟ باسم مين؟ رقم ملفك ايه؟ يعني هتدفع فين وهتدفع ازاي؟ ما هو هتدفع فين؟ ما هو كل جنيه في الضرايب تحت لازم ليك رقم ملف. زي ما حضرتك عايز تاخد يعني هي الان يمكن استاذ سناء الان انه يعني ملف ضريبي وهتحاسب ضرايب وهقفله ازاي؟ يعني هي دلوقتي هو الموضوع بسيط خالص. هي رقم واحد عايزين نطمنها بس. هتفتحي ملف في الضرايب عادي وتقدمي الضريبة المستحقة اللي عليكي وتكتبي طلب بإلغاء بإفال النشاط بإفال الملف. طب تقفل الملف انت يا استاذ مينا؟ ايه يعني هي دلوقتي ملزمة انها تدفع مبلغ هي واخواتها علشان باعوا قطعة الارض. تمام. فقالوا لازم بدل ما تدفع لازم اولا افتح ملف عشان فتحنا ملف وهندفع. تمام. حضرتك تنصحها اغلاق الملف ايه وخطواته ايه علشان ما تحسبش العداد زي ما بيقولوا؟ لو هي ما عندهاش اي نشاط تاني هادف للربح، ما عندهاش قطعه ارض تانيه، يعني عندنا في الارض دي بس اللي هي الارض دي بس، حضرتك هتدفع الضريبه وتطلبي اختار اسمه نموذج 25 توقف، هتقدميه في المأموريه باختار التوقف، هتخشي على شعبه القضايا في المأموريه تطلبي شهاده بالموقف الضريبي اللي انت سددتي كامله المستحقات اللي عليكي، ورجاء اغلاق الملف. لازم تعملي في الملف حفظ في شعبة اللي هي الكمبيوتر اللي هي الحاسب الآلي في المأمورية، بعد ما تخلصي تدفع الضريبة وتطلبي من شعبة القضايا الموقف الضريبي بتاعك، هتخشي على الحاسب الآلي شعبة الحاسب الآلي بالمأمورية وتعملي حفظ للملف ده. هي واقفة يا فندم؟ وهي واقفة يا فندم. يعني هي الواضح مثلا انه لو قطعة ارض وبس، فلازم افتح ملف علشان اضع النقطة، فعايزين نأكد عليها. النقطة اللي حضرتك بتقوليها دي نقطة مهمة، في ناس كتير بيقعوا فيها. انت فتح لك ملف ده طبيعي، بعد الطبيعي ايه؟ اقفليه. هتتقفل ازاي؟ من خلال شعبة القضايا او من خلال الحاسب الآلي. ما تسيبيش الملف مفتوح عشان فيما بعد حبيت تفتحي ملف هتلاقي الملف ده مفتوح لك. طب لو ثابت الملف مفتوح بتتحسب غرامات عليها؟ عدم تقديم اقرار، مش مسجل على الكمبيوتر متقدم اقرار، حتى لو الاقرار ده شيء وتتحسب الغرامات. وتتحسب الغرامة. عشان كده بقول لحضرتك النقطة اللي حضرتك اثرتيها من النقط المهمة، حضرتك هتدفع الضريبة، هتخش على شعبة القضايا تطلبي شهادة بالموقف الضريبي اللي سددتي كاملة المستحقات اللي عليكي، هتخش شعبة الحاسب الآلي تعملي الملف حفظ، يبقى إذا الملف مش يطلب منك بعد كده تقديم إقرار. تمام أستاذ مينا، يعني موضوع الضرائب ده موضوع يعني دقيق جدا ومهم جدا، والمواعيد والإجراءات الشكلية زيها زي أي إجراء قانوني تاني. احنا بنشكر حضرتك على كم هذه المعلومات اللي أفدتنا بها. شكرا للأستاذ مينا جمال صدراك المحاسب القانوني وخبير الضرائب وعضو جمعية الضرائب المصرية. أكيد شرفتنا فندم. ميرسي جدا يا فندم، شكرا للدعوة الكريمة. أعزائي المشاهدين، بنتمنى نكون قدمنا لحضراتكم معلومة قانونية مفيدة. بنشكر حضراتكم على حسن المتابعة، على وعد لقاء جديد ومتجدد يوم الخميس القادم في تمام الساعة 7:30 مساء على الهواء مباشرة. شكرا لحضراتكم وتصبحوا على خير.